كل الشات قاعد يشجع فولك. حرام. شارجرد. وات وات ضد ميجا مان. اخضر شارجرد ضد ميجا مان. يمكن يبي سوبر ارمر. سوبر ارمر سايد بي. بتسوي بالانس تعب. جيمكس. فليم ثرو؟ لا بس ما ادري فليم ثرو ايش. ينط ميجا مان يسوي باك هير. يعني فورك مع انه كان مره قريب. مره اي. ابو سعود كم فزت مباراه؟ كم خسرت؟ خسرت واحده. خسرت واحده وفزت الباقي. وباقي المباراه واحده ما لعبتها. طيب في شيء زين بتشارزارد بالنيوترال. جاب من اسرع الحركات حقته. دامج زين يحطهم بالهواء. وديس جوينت. والحلو في تشارزارد زي ما شفت قبل شوي غالبيه حركاته فيها ارمر فيقدر دوينج جود جايز. يب اوكي. حاول يسوي دانير. ما عنده انفنسبيلتي. حاول يسوي ريد. انا ما بروبلي ام مس انبوت ولكن اي والله تونا نقول ماتش اب سيء بس انه ماشي الحال. He's doing good. اي الحين تمسك التو فريم تيس كان يبي يسوي قبل شوي. انا ما ادري ايش الريد هذا ولكن لو سوى اب ثرو. ايوه مات نايس. لا لكن اللي كنت ابغى اقوله قبل شوي يوم طلع برا ستيج وسوى فليم ثرور وبعدها سوى تشارج داون سماش اللي كان يبي يسويه وشو؟ في اللعبة هذه لما تسوي ليدج لما توخر واحد عن الليدج يعني تسوي له 2 فريم عندهم 60 فريمز بحيث انه ما يقدر يمسك الليدج. ايوه أي. سوى داون سماش قال اقدر اسوي داون سماش فور فري بس انه ديليدت. ايوه خالد سواها ديلي. ف something to learn every day. The more we learn. Yes. اوكي باك ثرو. شوف اللي بيسويه خالد الحين بيرمي ميتال بليد على الليدج يعني هو بيسويها eventually يعني شوف كذا فريم شوب الا اذا كيوشي سوبر ارمر دبل جمب ليتس جو. مسكه. يب والظهر احسن فولو اب من داون ثرو ميجا مان رار باكر. يس لان فورد تقدر تسوي ثنتين ورا بعض. ثنتين؟ يا دبل جمب باكر باكر. اوكي لان فوردر نيجاتيف اون هيت. يس سلو بيرسنت. يس اوكي فور. لا باقي جيم واحد ضد مؤيد. انا خلصت مجموعتي. كم جيم فزت كلهم؟ شوف لا بيجينا جرين وندر الحين يقول علقوا زي الناس سو ماني متكلم عن المجموعه حقتي نتكلم عن الماتش اب. داون سماش خلص الماتش اب. داون سماش هو الذكي اللي سواه عبد العزيز انه كان في البلاتفورم ف داون سماش سوي كفر لكل ال بلاتفورم فحتى لو سوى رول مثلا خالد ولا سوى سبوت دوج ات ويل كفر ات. ايوه فهمت قصدي؟ اي فهمت. 1-1 الحين؟ لا 1-0 اوكي. I like the sarcasm. أحب السarcasm حق سعود. أحب سعود. True. الحين بيقعدون ساعة يسوون بان فنقدر نقعد نسولف عن البول حقي. خلصت مبارياتي أنا بس يعني كان في games close. صالح مع انه ما جاء من مع انه ما جاء يعني بطولات من زمان قاعد يلعب مره زين يعني النيوترا حقه مره زين قاعد يسوي اشياء مره حلوه بس مشكلته انه ما عرف يقتل. اي مين كان الكاركتر حقه؟ لوكس. اي شفت المباراه حقته كان قريبه. شفت فالكن ديتو مع جرين وندر. انا خلصت البول حقي يعني ام متاهل توب 8 خلاص. طيب الحين هذا الماتش اب
الحالات في الموضوع مع ان ماجي يعني لا يغير مارث يعني سوى زين بالشاشر ماجي بس الحلو في هذا الماتش اب ممكن يدرب الكاركتر لو انه بيدرب شخصيه يدرب تشارجر لانه ما يلعب كثير اي ولعب مارث قبل كذا اليوم يا 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 شو اسمه الحلو في هذا الماتش اب مارث وميجا مان مارث عنده سيف طويل فلما يسوي مثلا شو اسمه ميجا مان باليت يقطعها مارث حرفيا وميجا مان فاست فولو عرفت؟ اي فيقدر يسوي له جاجل و وجاب جاب 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 وايد جارد واحد يقدر يسوي يب 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 طيب يسوي تك تشيس المفروض ما نبقى شيء بس انه يعني قراها بس انه ما سوى التايمينج صح نايس اوكي افتلت ما قرا ما قرا الكتب زين قطع الميتل بليد ريلي جود سوى جاب جاب طلع برستيج الحين ايش يسوي اوه تو فريم اوكي تبل ابير الحين بيجي يسوي يحاول يسوي نزل بالسلام يسوي الحين باكر يسوي تك تشيس ما سوى تايمينج طيب دبل جمب رجع للستيج حرام والله توقع كم برسنت ودي ريكلو افترو يب لكن ما مات لان ميجا مان فاست فولو وثقيل وهيفي بالضبط ستيل الحين ما بتقطع الحين خلاص الحين لو اللي يسويه خالد انه يعطيه برسنت زياده ويسوي كامبينج وكذا عشان ما يجي مارث لانه هو عارف ان مارث ما يبغى شيء الا افترو اي صح فما يقدر يسوي افترو يعني الحين ليه ركض عليه انا ما يفهم صح مارث عموما عنده مشكله في اللاندنج عموما يعني في كل ماتش اب يعني مو بس لميجا مان انه يسوي ابر ولكن ميجا مان يعني يسوي احسن بكثير من شخصيات ثانيه في جاجلينج لانه عنده الورل ويند اي وعنده على ما اظن عنده فريم تراب بالورل ويند ما ادري عاد انا ما اعرف ميجا مان زين ثانك يوز ثانك يو سامر زانزا جاب لنا اكل brought to you by pro arena ولما قاعدين ناكل super saiyan percent فاز بورك بال super saiyan percent هلا قلت لك تستاهل easy انا اقول لك you're good صالح I'm a play. يا أخي ليه الناس ما يحبون الكومنتري حقنا؟ Feels bad man. Feels bad man. عموماً أصلاً أظن يعني بعد شوي بندخل توب 8 أصلاً فما أقدر أعلق فتكون مني والحين بنصلي. أوكي. So نشوفكم بعدين يا شباب.